لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. زوجة نور الدين بوطار توجه رسالة لقيس سعيد وهذا فحواها. وجهت وحيدة بوطار زوجة الصحفي نور الدين بوطار رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكدت فيها أن ملف زوجها أمام القضاء فارغ وأنه تم تقديم معلومات مغلوطة له. وقالت وحيدة بوطار على هامش ندوة صحفية عقدتها لجنة مساندة نور الدين بوطار سيد الرئيس: ملف نور الدين بوطار فارغ، قدموا لكم معلومات خاطئة وكمواطنة تونسية، أطلب أن تطلع على ملف قاضي التحقيق وتفتح بحثا حول المغالطة. حيث قالت أن ملف زوجها نور الدين بوطار تم تقديم معلومات مغلوطة له وملف زوجها فارغ، وطلبت من الرئيس قيس سعيد أن ينظر في ملف زوجها ويفتح بحث حول المغالطة التي حدثت، حيث تم القبض على نور الدين بوطار الصحفي الكبير للتحقيق معه. اللهم احفظ كل أبناء الشعب التونسي يا رب واحميهم.